مرحبا ترحيب وافي بكم يا أهل الوصال من أم ماجد وابو جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. ورحبوا يا أهل القصر ما لروعتها مثال من غلاها اليوم نهدي الشعر لعيونها يا هلا بك يا هلا وابتدي في هالمقال يا ام ماجد والقصايد بعد عيونها ادخلي ويفوح طيبك بلسم الخصال طلتك شمس الضحى وكل شمس دونها رحبوا يا اهل القصر ما لروعتها مثال من غلاها اليوم نهدي الشعر عيونها اشرقت ومرحبت واوسعت صدر المجال الكرام اللي نجوم الشرف يهدونها مرحبا ترحيب وافي بكم يا اهل الوصال من ام ماجد والقلوب افتحت بباله وانت دايم يا الغرام بتسحر الحلال الكرم والجود لافاض بعض مزونها لام ماجد اطلق اعلان الشعر في معانيها الجزال شيخة من قوم بالطيب هم ربونها الوصوف الزين فيك وانت من فوق الخيال والمعزة فيها للعز هم عنوانها أبوها سعدي شيخ من جواد الخجال والفخر في سيرة تهبان في إخوانها كل خصال إخوانها الطيب في قلوب فعال كلهم في المرج الأبطال في ميدانها من قدام العرب هم كريمين السبال مجدهم يوم اشتهر بات تباهي زانها شال منها ماجد الطيب وطبع السلال وولدها اللي عطال المكارم لونها الكريم ابن الكريم اللي مثل غيمسة سديد راي وحكمته بالمواقف زانها واخوان ماجد يشبهونه بطيبة الخصال تفتخر فيهم وهم كل طيب عيونها جيت اسوق المعاني كما سوق الدلال لابت ما تنحني واشوامخ دونها عزوة المحتاج قلب حوى كل الجمال ام ماجد والوفا سيرة دنيا تلونها ام ماجد والوفا سيرة دنيا تلونها جديد وحصري على استديو أميرة الخيال.